هي الجنسية الكاملة، يقصد بها الاتصال الجنسي الكامل الذي يتم بين الذكر والأنثى بحكم الغريزة الجنسية، ولا يتحقق إلا بعد وصول الإنسان لسن البلوغ، حين تكتمل أعضائه التناسلية وتنشط غريزته الجنسية، ويكون بعد ذلك مهيئا للقيام بالعملية الجنسية. في هذا الموضوع سنعرض خلاصة لبعض الدراسات النفسية والطبية حول أول الأشياء المحتمل حدوثها بعد أول عملية جنسية كاملة. التوتر وجفاف الفم. بعد أول عملية جنسية يفرز جسم الإنسان كمية كبيرة من هرمون الأدرينالين، وهو نفس الهرمون الذي يفرزه الجسم في حالة الإثارة والتوتر والخوف، وبسبب هذا الهرمون قد يزداد خوف الإنسان وتوتره، بالإضافة إلى الرغبة في شرب كمية إضافية من الماء نتيجة جفاف الفم. الإثارة التي تتبع عملية جنسية كاملة لأول مرة تزداد خلالها ضربات القلب ومعدل التنفس، وهي عوامل طبيعية تسبب التوتر وجفاف الفم. الرغبة في النوم. العملية الجنسية الأولى تنبه إطلاق هرمون البرولاكتين، وهو مساعد طبيعي للنوم، يعزز مشاعر النعاس والاسترخاء بعد دقائق من انتهاء العملية، مما يجعل الطرفين ينامان بسهولة، وغالبا يستمر نفس الأمر حتى في عمليات جنسية لاحقة. تخفيف الألم. بعد أول عملية جنسية تساعد هزة الجماع بشكل كبير على إنقاص الألم في أعضاء الجسم، بحيث ينخفض نشاط حس الألم عن طريق حصر الإشارات الألمية خصوصا لدى النساء. علميا تلك العملية تنقص أعراض التهاب المفاصل والصداع. حرق السعرات الحرارية. أظهرت دراسة أجريت على رجال ونساء أن ممارسة الجنس لأول مرة بشكل كامل يحرق في الجسم حوالي 108 سعرة حرارية خلال كل نصف ساعة، وهذا الرقم يكفي لخسارة حوالي 1/10 كيلوغرام. تحسين نضارة البشرة. أول عملية جنسية تكون بمثابة منعطف لتحسين البشرة لتصبح متألقة وناعمة ومشرقة، بحيث في دراسة طويلة الأمد قام بها الطبيب العصبي ديفيد ويكس شملت 3500 شخص، تبين أن ممارسة الجنس تساعد بأن يظهر الإنسان على أنه أصغر من عمره الحقيقي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، كما يمكنك مشاهدة المزيد من الفيديوهات الثقافية المتنوعة من خلال الضغط على رابط القناة.